بما بنتكلم على الدولة الفلسطينية وبنتكلم على للأسف الشديد يعني أنه ترجع الانتهاكات والاعتداءات مرة تانية من الجانب الإسرائيلي، وده اللي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية النهاردة بيان رسمي قوي ردا على الحدث المؤسف اللي تعرض ليه بعض من أشقائنا الفلسطينيين بعد ما المستوطنين الإسرائيليين قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية. تم إغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين، وطبعا بيان الخارجية المصرية كان بيطالب بضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية. البيان المصري اللي نقدر نقول عليه وإحنا مطمنين فعلا بيان قوي بكل تفاصيله وبكل مفرداته، عودة قوية للدولة المصرية اللي بالتأكيد فضلت القضية الفلسطينية يعني في أجندة اهتماماتها سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، ومصر دفعت الكثير قوي للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، لكن الدور ده بيتم التأكيد عليه أكتر خلال الفترة اللي فاتت. مصر قد كده يعني وجودها على الأرض في غزة وإزاي قدرت إنها توصل للتهدئة، إشادة المجتمع الدولي بالدور المصري في هذا الملف، فالتأكيد على القصة دي البيان الخارجية المصرية اللي رفض هذه التصرفات الإسرائيلية وتكلم على لا ما ينفعش، زي ما الرئيس عبد السيسي قال أكتر من مناسبة إنه مش هنفضل نلف في هذه الدائرة المفرغة، يحصل اعتداءات، تحصل مناوشات، استفزاز للجانب الفلسطيني، يحصل رد، يحصل بعد كده بقى يعني عدوان إسرائيلي ورد فلسطيني، ونوصل برضو إن احنا نفضل نلف في الدائرة دي. فعشان كده ضرورة وضع حد لهذه الأزمة بالتوصل لتسوية شاملة نادى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.